مدام سليمه مرحبا بك في قناتنا تونس العقاريه تي في، كنت نجم تقدم لنا روحك وتقدم لنا فوتو سوسيتي. شكرا ساعه على الاستضافه هذه، لفته طيبه منكم. كارتا سيمون اسمنت قرطاج هي شركه بدات احدثت في 2008 ودخل هي تعمل 3 اكتيفيتي. عندنا اون كارير دو غرانولا في جبل رصاص، وعندنا اون سنترال بيتون، دو سنترال بيتون هما لاكتيفيتي بيتون بصفه عامه، بيتون بري لامبلوا، وسيمان معمل سيمان في جبل رصاص. حضور متميز ديما في كل لي سالون بروفيسيونيل، حضوركم في باتي مغرب اكسبو في الدوره العاشره، شنو من مثلك؟ والله احنا نحبوا ساعه نكونوا اولا في ديما في الدومين، ديما موجودين على الساحه. احنا شاركنا قبل في ليديسيون اللي قبل وقينا دي كونتاكت بهين، دونك توا كيف كيف حبينا نشاركوا باش نكونوا قراب من كليوناتنا وباش نكونوا موجودين على الساحه، معناتها نتاع الباتيمون نتاع ماتر كونستركسيون. انتم تخموا على الشيل انترناسيونال تعملوا الاكسبور ولا جوست؟ اي نعملوا اكسبور نتاع السيمان، السيمان اكسبور. واحنا اليوم في النهار الثاني دوزيام جورني من باتي مغرب اكسبو، كيفاش تنجموا تقيموا الدوره هذه؟ والله هي بالنسبه ناجحه كيما الدوره السابقه، معناتها فما دي كونتاكت، فما عباد جاو سالوا على برودوي، فما دي بروموتور ايموبيليي، فما حركه، فما عباد مهتمه معناتها. شنو مازلت تنتظروا اكثر ولا في الايامات الجايه؟ نعرفوا مازال الدوله هذه 3 ايام مش على نهارين، مازلت تنتظروا اكثر دي كونتاكت؟ والله ان شاء الله، ان شاء الله، خاطر اليوم خير من البارح وان شاء الله غدوه خير من اليوم. يعطيك الصحة مدام سليمة على حضورك معنا وعلى حافظ صدرك نتاعك، وان شاء الله في لقاءات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، مرحبا بكم، مرحبا بكم.